الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. صحابة مشوا طوالي، بعضهم ما صلى العصر إلا بعد العشاء الآخرة، لأنه قالوا النبي قال ما صلوا العصر إلا في بني قريظة، بس في بني قريظة. وبعضهم صلى العصر في الطريق وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قاصد لنا من هذا الكلام إننا نسرع إلى بني قريظة. حاصروا بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الراية مع علي بن أبي طالب، وانطلق هو عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي ماشي في الطريق لبني تيم. قال لهم هل مر بكم أحد؟ قالوا نعم، مر بنا دحية ابن خليفة الكلبي يركب على بغلة عليها رحاله، يعني على سرج ولابسه عمة. قال هذا جبريل. جبريل مشى قدامه هناك، الملائكة ما وضعت السلاح، الحرب دارت على بني قريظة. حاصروا الحصن بتاع بني قريظة، فيه من 600 إلى 700، وابن كثير يقول من 700 إلى 800 من بني قريظة. لما حاصروهم النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن ينزلوا إلى حكمه عليه الصلاة والسلام، فرفضوا واستعصى الحصن. وفجأة صاح علي رضي الله عنه صيحة قوية، قال يا كتيبة الإيمان، ثم انطلق ومعه الزبير ابن العوام، قال لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن الحصن. فبنوا قريظة في ذلك الوقت قالوا ننزل إلى حكم محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا نرضى بحكم سعد ابن معاذ لأنه من الأوس، وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس قبل ذلك. قالوا ننزل إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت ذاك جمع كعب بن أسد بني قريظة، جمعهم كلهم جوا الحصن بتاعهم، قال يا بني قريظة تعلمون ما نزل بكم، وإني أخيركم بين خلال ثلاثة اختاروا منها واحدة. قل طيب ورينا. قال الأولى أن نؤمن بهذا الرجل أي بمحمد، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم. قال أن نؤمن بهذا الرجل ونتبعه. قال ونحن نعلم أنه نبي وهو صادق. بنو قريظة قال له لن نترك حكم التوراة، دي ما تنفع معانا. قال الثانية أن نقتل نساءنا وأبناءنا بأيدينا، ثم نخرج إلى محمد بسيوف سلطة، فإما أن ننصر عليه وبعد ذلك لعمري لنجدن النساء والأولاد، وإما أن نموت وليس شيء وراءنا. نموتنا على كده ما ورانا حاجة، خايفين على لا مال لا ولد. كويس. قالوا لما نقتل هؤلاء المساكين وما خير العيش بعد النساء والأطفال. طيب قال لهم الثالثة اليوم يوم سبت ومحمد آمن في أصحابه، نغير عليهم ونفسد سبتنا. اليهود ما بكتلوا يوم السبت، قال لهم نغير على محمد وهو آمن اليوم في أصحابه. قالت اليهود والله لا نفسد سبتنا. يا أخي ثلاثة خلال ما أدري اختاروا منا الوحدة. قال لهم كان صادق معهم جدا، قال لهم ما بات أحد منكم منذ ولدته أمه يوما من الدهر حازما. إتو قال لهم ملك لكين من الله خلقكم، زول منكم حازم ما في. كويس. بعد ذلك نزلوا إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وحبسهم في دار كيسة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، كلهم لمّوا في بيته، جمعهم كلهم 700. كويس. وأرسل إلى سعد ابن معاذ ليؤتى به، وهو كان يمرض في خيمة رفيدة رضي الله عنها، كانت تمرض الصحابة. جابوه يركب على حمار قد وسد له،
أول ما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، لسعد رضي الله عنه، احتراما وتوقيرا من النبي عليه الصلاة والسلام لسعد. فقام الناس إلى سعد وأنزلوه احتراما وتقديرا له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أترضون بحكم سعد؟ قالوا: نعم. قال: إذن يحكم سعد. سعد بن معاذ رضي الله عنه جاءه مجموعة من الأوس، قالوا: هؤلاء حلفاؤك يا سعد، فارفق بهم. قال سعد هو ساكت ما بيتكلم، فجأة قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. بعد ذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أحكمي نافذ في هؤلاء؟ قال: نعم. قال: ونافذ في من ها هنا؟ أشار للخيمة اللي فيها الصحابة وفي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: وهو يغض طرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشير عليه، ما يقول حكمي، يلزم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول عديل كذا؟ قال: احتراما وتوقيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول لعديل كذا؟ قال: وأيضا فيما ها هنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. يا سلام يا أخواننا، شوفوا، نحن والله ديننا ودنيانا ما يصلحوا إلا بتوقير النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي الليلة أبسط الناس، أبسط الناس، تقول ليه والشدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقعد ينظر لك من نفسه: أنا رأيي كده، وشيخنا قال كده، ودكتورنا قال كده. يا زول، ده النبي، النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر كمان وتجيب كلام من رأسك؟ رسول الله، تجيب كلام من رأسك أنت؟ سعد رضي الله عنه يغض طرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نعم. قال: حكمي فيهم أن تغتل مقاتلتهم. أي زول أنبت شعرا خشنا يقتل، يعني بلغ كويس. وأن تسبى نساؤهم وأن تقسم أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفي هذا دليل قوي عند العلماء على عقيدة أهل السنة أن الله فوق سبع سماوات، ولا تغتر بالعقائد الباطلة بتاعت الصوفية وغيرهم. واحدين يقول لك الله في كل مكان، واحدين يقول لك لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لا قدام لا ورا، معناه ما في، دي عقائد باطلة. الله فوق سبع سماوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق السبعة، في رواية أرقعة. بعد ذلك نزلوا على حكم سعد، خد النبي صلى الله عليه وسلم الأخاديد، حفر الحفر في السوق بتاع المدينة، وبقى يخرجهم أفواجا من البيت بتاع كيسة بنت الحارث النجارية، يخرجهم شوية شوية فتضرب أعناقهم. سبحان الله، الدين ما فيه مجاملة، كله ديل. يا أخي أبو لبابة لما النبي صلى الله عليه وسلم رسلوا اليوم، لما دخل على بني قريظة جهش الأطفال بالبكاء والنساء، وجرى إليه الرجال، أبو لبابة رق لهم شوية، قالوا له: ننزل إلى حكم محمد؟ قال: نعم. قالوا: وما هو؟ فأشار إلى عنقي الذبح، قال لهم: حكم النبي صلى الله عليه وسلم الذبح، مع إنه النبي صلى الله عليه وسلم رفيق رحيم عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، لكنه كان في الحق حازما، اتعامل معهم بحزم كويس. خدت الأخاديد وجيء ببني قريظة، لما النبي عليه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقتل فيهم وبمرقوم من الحصن بودوه من البيت، قاموا بيسألوا في سيد كعب ابن أسد، قالوا: أين يذهب بنا يا كعب؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أنتم بتفهموا التين، إنه القتل، يعني يفهموكم ناس بمرقوا فيهم. قال لهم: ألا ترون أن من يذهب لن يرجع؟ البيمش مش ما قاعد يرجع تاني؟ قال: إنه القتل.
يقتلوا واحدا تلو الآخر. يا سلام يا أخوانا، عزة الدين وقوة الدين تأتي بالعقيدة. نحن والله الذل الذي وقع علينا ما بسبب قلة السلاح ولا بسبب قلة العدة والعتاد، إنما السبب ضعف الإيمان، إنما السبب تفرق الأمة، إنما السبب العقائد الباطلة التي دست في أمة الإسلام وكيد بها الإسلام من الطرق الباطلة المنحرفة. ده السبب الذي أضعف كثيرا أو أضعف أمة الإسلام، ولن تعود الأمة إلا بالسنة. عمر بن عبد العزيز لما انتشرت السنة في عهده وعلت الدولة الإسلامية في عهده قال: وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، ولولا أني أحيي كل يوم سنة وأميت كل يوم بدعة ما أحببت الحياة محلب شات. يعني ما أحب أبقى في الدنيا محلب شات، يعني فترة بتاعت حليب الشات الجرة الواحدة من الشات دي. سبحان الله، كذا تنصر السنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من الأحداث التي وقعت في قتل كفار بني قريظة، لم تقتل من النساء إلا واحدة، مرأة واحدة بس، وهي التي ألقت الرحى على خلاد ابن أسيد فقتلته. وهذه المرأة لما جاء بها لتقتل دعاها الداعي، قالوا لا تعالي لتقتلي. قالت عائشة رضي الله عنها: عجبت لها من انشراح نفسها، تضحك، نادوها للموت وهي تضحك وبتتونس مع السيدة عائشة، فدعيت إلى الموت فضربت عنقها. بعد ذلك جيء بحيي ابن أخطب الغطفاني، ده ما من بني قريظة، ده من غطفان، وجاء للفتنة أصلا، جاي يعمل الفتنة كويس ويؤلب بني قريظة على النبي صلى الله عليه وسلم، فدارت الدائرة عليه هو كويس، جابوه ليقتل، وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويداه مغلولة إلى عنقه مربط، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لمت نفسي يوما على بغضك. شوف الزول ده كلبي كيف، قال له: ما لمت نفسي يوما على بغضك، قال له: ولكن من يخذل الله يخذل. دي كلمة يهودي، قال له: أصل الزول اللي بيخذل الله، الله بخذله، وإنها الملحمة التي كتبها الله على بني إسرائيل. فقدم إلى الموت فضربت عنقه فمات.